قرار الإفراج عن البضائع ده جاي تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وده يا سادة يا كرام نجاح حقيقي حصل خلال الفترة القليلة الماضية. معانا على التليفون أستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، غني عن التعريف طبعاً. أهلاً بحضرتك يا فندم. اهلا بسيادتك يا فندم. ازاي صحة حضرتك بخير. وحضرتك أهلاً. بالصحة والسلامة. الله يعني لا يفتى ومالك في المدينة ابدا. الله العظيم. ربنا يخليك يا فندم. احمد بيه، كيف ترى اجراءات النهاردة المتعلقة بتحرير سعر الصرف، رفع معدل الفايدة على الايداع والاقراض 6%، وايضا الافراجات اللي هتبدا تطلع من مينا اسكندرية او من سائر المواني؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الحقيقه يعني اجراءات تاريخيه، يعني انا بعتبر ان اليوم ميلاد جديد لاقتصاد الجمهوريه الجديده. الله اكبر. ووفقا لما نص عليه الدستور في الماده 27 من ان المقومات الاقتصاديه تعتمد على اليات السوق المنضبطه. ف النهاردة الحقيقة حدثين مهمين جدا. الحدث الأول اللي هو التعويم الحقيقي وفقا لآليات العرض والطلب، والحدث اللي أنا شايفه أهم هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لأن الاتفاق في حد ذاته هو شهادة بالجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري إنه يستطيع أن يفي بالتزاماته، وده في حد ذاته بيدي ثقة مرة أخرى في الاقتصاد المصري ويجذب الاستثمارات المباشرة اللي احنا في حاجة إليها لخلق فرص عمل عن طريق مشروعات إنتاجية في هدفها في النهاية هو رفع مستوى معيشة المواطن. وأنا أعتقد إن دي رؤية الدولة، وده ما بيدعى إليه دائما الرئيس عبد الفتاح. طيب الإجراءات دي يمكن كلنا بنتفاهم أو بنستوعب جدا إنه من شأنها إنها تبدأ تخفض من معدلات التضخم في الأسعار يمكن على المدى المتوسط. وكان زمان في تعبير اسمه شهبندر التجار. فأحمد بيه الوكيل بتعبيرات الآن هو شهبندر التجار بتاع زمان، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. في رأي حضرتك إمتى هنبدأ نلاقي اتساق سعري مع هذه الإجراءات؟ احنا النهاردة أول يوم في الآلية الجديدة اللي بتعتمد على آليات العرض والطلب. حلو. بالقطع إن السوق عايز وقت عشان يتوازن مرة أخرى، وزي ما بقول العملية في موضوعين. موضوع إن الأسواق تتوافق وتستهدف وآليات العرض والطلب ترجع، لأن الفترة اللي فاتت الحقيقة إن التضخم سببه انخفاض قيمة الجنيه بقدر ما كان سببه إن الطلب كان يفوق العرض في السوق نتيجة ندرة العملة الأجنبية والقيود التي فرضت على التداول بها، بالرغم إن كانت فعلا التعويم حصل خارج نطاق المصارف والشوارع. فأنا أعتقد إن كلنا هنحس بهذا. الجزء الثاني الأهم اللي احنا لابد إن احنا كلنا يبقى ده هدفنا هو رفع مستوى معيشة المواطن المصري، ورفع مستوى المعيشة بيجي نتيجة خلق فرص العمل. حضرتك بتلاقي بيوت النهارده فيها قصر مثلا سيدة الفاضلة حرم ومعاهم ثلاث أربع عيال، ثلاثة متخرجين من الجامعة وقاعدين في البيت. لو الثلاثة اشتغلوا دخل الأسرة دي هيتضاعف أو هيزيد بمقدار ما يحصلون عليه مقابل التوظف. فده هيخليهم يعني يقدروا إن مستوى معيشهم ترتفع دائما. فالحتتين بارلل مع بعض متوازيين هم اللي هيوصلونا للهدف المكتوب
في الفتره المقبله بأمر الله. أنا بشكرك جدا 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 يا أحمد بيه، ألف ألف شكر الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. طب